CYC is a free channel that presents the Word of God for everyone. Your support will help us to continue the mission. Visit our website, cycnow.com. Even a dollar will make a difference. هم يا رب قوت ميتك وسمائتك الأطهار وكما ذكر اسم قدوس على ذكر ميدا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر لا تتركهم عنا يا رب نعم يا ملكنا اسمعنا إذ نسألك أرسل علينا نعمة روحك القدوس لتكميل هذه الخدمة الموضوعة وهذه المائدة يؤهلها لشركة أسرارك المقدسة غير المائدة السمائية مذبح طاهر أمين كمالا لكل بر أمين لأنك أنت الله الكائن المبارك وابنك الوحيد والروح القدس لك يليق المجد والإكرام والسجود إلى الأبد أمين خنفران مبيوت نمشير بابن ما يسواب ونوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي بيوت بيون تكراتور أمين ندشنو هذا المذبح على اسم القديس العظيم الأنبا بولا أول السواع في كنيسته الأسرية في دير القديس العظيم الأنبا بولا بالبرية الشرقية في البحر الأحمر إفز ماروت إنجب في منوغانيس إنشيري سوس بخريسوس بنشوي آمين ندشنو هذا المذبح على اسم القديس العظيم الأنبا بولا أول السواح في كنيسته الأسرية في دير القديس العظيم الأنبا بولا بالبرية الشرقية في البحر الأحمر إفز ماروت إنجيب بنف مايس أواب إن بارك ليتو آمين مساء
مساكنك محبوبة يا رب لا قوات تتوق نفسي وتتمنى أن تدخل إلى ديارك يا رب أتريا أسس أوى بن أمو شيرين بابنف ماي سواب ونوتي نوت فز ماروت انجيف نوت فيوت بي بانتوكراتو آمين ندشنو هذا المذبح على اسم الأربعة والعشرين قسيسا في كنيسة دير كنيسة القديس الأنبا بولا الأسرية بدير القديس الأنبا بولا أول السواح بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر افز مارو تنجب في مونوغانيس انشير إيسوس بخريسوس بين شويس آمين آنمي بيوت نبشير بابن بما يسواب ونوتي نوت افز مارو تنجب نوتي بيوت بيب انتو كراتو اعملوا لا للطعام البائدي بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيه لكم ابن البشر لأن هذا قد ختمه الله الآب. انظر علينا وعلى خدمتنا وطهرنا من كل دنس وارسل من السماء نعمتك على عبيدك هؤلاء لكي يستحقوا من جهتك أن يكملوا كهنوتهم بغير لوم لكي يفوزوا من قبلك بمراحمك مع الذين أرضوكم منذ البدء لأن رحمك أين بإرادتك ويليق بك الإكرام. ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين. ندعوك يا أبونا سوريا الإغومينوس في دير القديس العظيم الأنبا بولا بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر خنفران مبيوت نفشين مبنى ماي سواب ونوتي نوتي فزماروت انجيف نوتي فيوت بيون توكراتور آمين. ونوتي نوتي فزماروت انجيف نوتي فيوت بيون توكراتور آمين. فزمارو دع ندعوك يا أبونا إبراهيم إغومينوس في دير القديس العظيم الأنبا بولا بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر ندعوك يا أبونا سرابيون إغومينوس في دير القديس العظيم الأنبا بولا بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر خينفران نمفيوت نمشيرن بابن ماي سواب ونوتي نوتي فزماروت انجيف نوتي فيوت بيون توكراتور آمين. ندعوك يا أبونا بيجيمي إغومينوس في دير القديس العظيم الأنبا بولا بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر خنفران مبيوت نشيرين بابن ماي سواب ونوتي نوتي فزماروت انجيف نوتي فيوت بيون توكراتور آمين. دعوناك يا أبونا هدرا إغومينوس في دير القديس العظيم الأنبا بولا بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر افز ماروت انجيب ابن ماي سواب امبرك ليتو آمين. تنونش الرب يرعاني فلا وزني شيء في مراع خضر يسكنني على مياه الراحة يردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمي إن سلكت في وادي ظل الموت فلا أخاف شرا
لأنك أنت مع صقعك زكاهما يعزيانني. قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. شين هيت خارو السيد الرب الله ضابط الكل الحقيقي خالق جميع مخلوقات مجدد كل طقوس الكهنوت في بيعتك الواحدة الوحيدة الجامعة الرسولية المانح الغفران بغزارة بمذبحك الناطق الذي فوق السماء الذي قال أن يبنى له قبة على الجبل المقدس هذه التي أعددتها منذ البدء وفي آخر الأيام بظهور ابنك الوحيد ثبت مذبحا عقليا للذبيحة غير الدموية الناطقة في بيعتك المقدسة. كيريا ليسون كيريا ليسون. وهذه المائدة يؤهلها لشركة أسرارك المقدسة غير المائدة السمائية مذبح طاهر أمين. آمين. من آل الأنفس المضطربة أمين. آمين. مدبر سائر الحواس والأعمال أمين. أنت أيضا الآن بمحبتك البشر ارسل روحك القدوس وكمل هذا المذبح رجاء في الأمانة وخلاصا للذين يتقدمون إليك ونياحا لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وغفران الخطايا لأنك وحدك المتحنن الطويل الروح الكثير الرحمة يليق بك أيها المجد الباب والابن الروح القدس الآن وكل آن ولدها الدرق. ندشن هذا المذبح على اسم القديسة العذراء مريم والقديس العظيم الأنبا بولا أول السواح في مبيت زوار دير القديس الأنبا بولا بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر خنفران مبيوت نفشير مبيب نفما سواب ونوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي فيوت بيبان تكراتور آمين. آمين. ندشنو هذا المذبح على اسم القديسة العذراء مريم والقديس العظيم الأنبا بولا أول السواح في مبيت زوار دير القديس العظيم الأنبا بولا بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر افز ماروت انجبف منو جنيس انشير إيسوس بخريسوس بنشوي. آمين. ندشنو هذا المذبح على اسم القديسة العذراء مريم والقديس العظيم الأنبا بولا أول السواح في مبيت زوار دير القديس العظيم الأنبا بولا بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر افز ماروت انجيب ابنفما اس اواب امبارك ليتو. مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات تتوق نفسي وتتمنى أن تدخل إلى ديارك يا رب. آمين. إفز ماروت إنجب في منوجنيس إنشير إيسوس بخريسوس بنشوي. آمين. إفز ماروت إنجب ابن في ما إسواب
ام باراكليتو. باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. أولا مبروك عليكم الكنيسة الجميلة دهيت وهذا الإنشاء الطيب والجميل والحلو، والله يعطينا نعم كثيرة في كل صباح. في الأسبوع الماضي كنت في نفس البرية هنا في رحاب دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، وخدنا بركة الأباء وبركة القديسين اللي عاشوا هناك وبركة نيافة أنبا يسوس رئيس الدير وبركة كل الأباء الرهبان وكل الأحباء وبركة الكنائس. والنهاردة جمال من نوع آخر في رحاب أو في برية القديس الأنبا بولا أول السواح، و في مكان جديد زي ما انتم شايفين جماله وتعب نيافة أنبا دانيال رئيس الدير دير أنبا بولا وكل الأباء الرهبان وكل الأحباء. والحقيقة تدشين كنيسة جديدة هو عمل بيتعمل زي ما قلت لكم في الصباح ان ده بيتم مرة للكنيسة، وزي ما انتم شايفين الكنيسة الجميلة فعلا. انا شخصيا لما شفت المبنى من برة ما كنتش اتخيل ان يكون جواه مكان بهذا الجمال وبهذه الحلاوة. وتذكرت لما شفت الجمال ده هو تذكرت الآية اللي قالها القديس داود النبي بيقول واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي وأنا أتطلع أو أتفرس في جمال هيكل قدسه. ودي تقريبا الآية الوحيدة اللي جات فيها كلمة جمال في الكتاب المقدس. قد إيه المكان ده جميل برغم أنه حديث طبعا، لكن يفكرنا بأبائنا اللي عاشوا في الجبال والشقوق ومغار الأرض وإزاي حافظوا على الإيمان المسيح عشان يوصل لنا النهاردة. وقد إيه المذبح ده جميل، وزي ما شفتوه كده كلكم المذبح الجميل ده هو بالتصميم المبدع اللي فيه، والحقيقة يعني حاجة رائعة خالص وفكر جميل، وده إبداع الفنان القبطي في كل الأزمان. وطبعا الجمال اللي موجود لما هنشوف بقى بقية المكان ومكان وجمال المكان نفسه الموقع يعني وقربه من البحر وضيافة الزوار كإضافة الغرباء كفضيلة مسيحية وجمال التصميم بصفة عامة. ده بيخليني أسأل سؤال يسأله ربنا لنا كلنا، هل نفسك جميلة زي المذبح الجميل؟ هل قلبك جميل وحلو زي المذبح وزي المكان وزي الكنيسة اللي احنا فيها؟ طبعا احنا لما بنعمل حاجة جميلة بنعملها بإبداع وبالفكر اللي ربنا عطاهنا وبالعقل والمهندسين والعمال والفنانين وكل اللي اشتركوا في إبراز هذا الجمال، ولازم بيت ربنا يبقى جميل. لكن السؤال يا ترى قلبك جميل كده؟ قلبك جميل حلو يفرح قلب ربنا؟ يا ترى حياتك جميلة زي المذبح والكنيسة اللي انت موجود فيها وزي جمال الطبيعة اللي احنا شايفينه حوالينا؟ جمال حياة الإنسان يعني نقاوة حياة الإنسان، ونقاوة حياة الإنسان يعني توبة الإنسان على الدوام.
فالله عندما يدعونا إلى التوبة إنما يدعونا إلى جمال حياتنا وإلى جمال قلوبنا وجمال نفوسنا. اسمع كده عبارة لطيفة اتقالت كنبوة عن السيد المسيح، قال إيه وتكررت طبعا في العهد الجديد، قال إيه: هوذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي. هوذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي. مين ده يا رب حبيبك اللي اخترته؟ ومين اللي بيفرح قلبك؟ قال كده: حبيبي اللي يفرح قلبي يكون في حياته خمس صفات رئيسية: لا يخاصم، لا يصيح، لا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، فتيلة مدخنة لا يطفئ، وعلى اسمه يكون رجاء الأمة. هقول الكلام ده تاني علشان يبقى واضح لنا جميعا. المذبح جميل والكنيسة جميلة بالحقيقة، جميل، وإحنا ربنا عطانا إن إحنا نعيش وناخد النعمة الجميلة إن إحنا نبقى موجودين النهاردة ويا بعض. نشكرك يا رب. السؤال: قلبك بهذا الجمال؟ مذبح حياتك اللي هو قلبك نقي وحلو وجميل؟ يا ترى قلبك لما الله يطلع عليه يصر، يفرح، يقول لك كده: هوذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي؟ يا ترى حياتك ومسيحك يتطلع عليك من فوق ويقول، شاور عليك كده ويقول: ده حبيبي الذي سرت به نفسي. يا بخت اللي بيسمع الكلمة دي، يا بخت اللي المسيح يشاور عليه ويقول له: هوذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي. يا بخت الإنسان كده. ليه يا رب؟ ليه ده قلت عليه إنه حبيبك وبيفرح قلبك؟ قال علشان بيعيش في هذه الفضائل الخمسة. أول فضيلة: لا يخاصم. قلبه ما يعرفش الخصام. أصل خصام يعني ما فيش محبة، ولما قلبك يبقى خالي من المحبة يزعل مسيحك. لا يخاصم. في الزمن الماضي أو القديم كان اليهود يخاصمون السامريون، ما يتكلموش ويا بعض. أما مسيحنا الحلو ياخد مشوار كبير ويروح يقابل المرأة السامرية، وأول ما تقابلوا كلكم عارفين المقابلة الجميلة ده، هي تقول له: إزاي بتكلمني؟ أنت راجل وأنا ست، وأنت يهودي وأنا سامرية، وأنت عارف أن الناس دي متخاصمة وبعض، إزاي بتكلمني؟ أما لطف المسيح يقتادها إلى التوبة، وشوية بشوية يبان جمالها وتصير كارزة، ويشاور عليها كده ويقول: هوذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي. لا يخاصم. واحد، رجع نفسك. اتنين، لا يصيح. لا يصيح يعني لا يغضب، لا يغضب. طبعا كلنا الغضب ده انفعال إنساني، شيء طبيعي، لكن غضب الإنسان اللي هو على الفاضي والمليان لا يصنع بر الله. غضب الإنسان لا يصنع بر الله. يا ترى غضبك في محله؟ يا ترى غضبك بتخرج منه بسرعة؟ يا ترى غضبك خفيف؟ أحسن يكون غضبك تقيل، بيبقى فيه خطايا، ويبقى فيه ملامح وشك تتغير، ويبقى فيه أفعال وحشة، ويطلع من فمك ألفاظ لا تليق. لا يصيح، غضب الإنسان لا يغضب. وإن غضبت اغضب في الشيء المقدس، وغضبك يكون قصير، فترة زمنه قصير خالص. وإن أقام الغضوب أمواتا فما هو مقبول أمام الله، زي ما بيعلمونا الآباء. لا يصيح. لو كان وضعك كده المسيح يشير إليك ويقول: هوذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي. نمرة ثلاثة: لا يسمع أحد في الشوارع صوته. انتوا عارفين زمان كانت البيوت دور واحد، ما كانش في بيوت أدوار، ما كانوش بقى فن الهندسة وفن المعمار ما كانش تقدم كده، فكانت البيوت كلها دور واحد. الدور الواحد بتاع البيوت قليلة،
فالناس اللي ماشيه في الشارع تسمع اللي جوه البيت، ما كانش في بقى ازاز كويس، ما كانش في خشب كويس، ابواب خشب، شيش، الحاجات دي. يعني ايه؟ يعني حياته هادئه، لا يسمع احد في الشوارع صوته. الحياه الهادئه، عارفين لما اتنين بيتجوزوا ونروح نبارك لهم كده ونقول لهم ايه ربنا، ها يعني ايه هدي سركم؟ يعني الجيران ما تسمعش حاجه، مش في كده برضو؟ وفي ناس تلاقي مش الجيران بس، ده يبقوا ساكنين في طور عالي كده، الابراج العاليه دي الملائكه فوق سامعه، واللي في الشارع سامعه، هم ساكنين في الدور العشرين، ويعني كل حاجه على عينك يا تاجر. اما الانسان الناصح اللي يسعى الى رضا المسيح عليه ويقول له كده هوذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي، لا يسمع احد في الشوارع صوته، يهدي السر، يصنع سلام، ويكون انسان كده حمامه سلام في كل موقف، ويكون انسان قلبه واسع للكل وبيحب الكل، لا يسمع احد في الشوارع صوت. في واحد كده بعيد عنكم يبقى محطه ارسال ولا محطه اذاعه، ده على طول اول ما تقابلك مش يقولك ازيك يا فلان، ازاي الصحه، لا يقولك ايه الاخبار، اول حاجه يقولها لك ايه الاخبار. وان انت ما كانش عندك اخبار هو يتطوع ويتبرع ويقدم لك طائفه من الاخبار. واحيانا يكون وكاله انباء سيئه فلا تحمل الا الاخبار السيئه، يقول لك ما درتش، مش عارف حصل ايه، وخبر وحش في الحته الفلانيه والمكان الفلاني والبلد دي، تلاقي حاجه مزعجه. في واحد حتى هو بيربي ولاده او امه هي بتربي ولادها وبناتها بتكون هادئه، هادئه الملامح، ويكون انسان مهدي سره دايما. الحاجات العظيمه تتم في السر. يعني ايه في السر؟ يعني في الهدوء. يعني الشجره الضخمه اللي بتطلع حد بيسمع لها صوت؟ مش ممكن. النخله الكبيره اللي كل يوم تطلع لنا بلح وتقعد سنين وسنين ما حدش يسمع لها صوت، تفضل تكبر تكبر بشويش. الشمعه لما تضيئها تفضل تنور ولا احد يسمع لها صوت، وهكذا. لا يسمع احد في الشوارع صوته. اما الفضيله الرابعه، يقول قصبه مردوده لا يقصف. قصبه مردوده يعني حته خشب كده مدغدغه شويه، لا يقصف، ما يرميش كده يقول ملهاش فايده. حتى لو انسان لو عاش في الخطيه وقت، عمر ما المسيح يبص له كده يقول فلان ده خلاص ما فيهوش فايده، لا خلاص بقى انا هسيبه، ابدا. ده انتوا عارفينه كلكم كان شخص وحش من طوله لعرضه، والمسيح مطول باله عليه. وبعدين في الاخر المسيح اتصلب على الصليب، يوم هو اتصلب على صليب جنبه، وبعدين المسيح برضه مستني ان الشخص ده يتوب، في حين ان التاني اللي كان على الشمال عمال يقول كلام مش كويس، لكن صليب اللي على يمين المسيح قال له عبارة واحدة، قال له اذكرني يا رب. أنا تهالي قلب المسيح قال له كده فينك يا عم من زمان، ده أنا مستنيك، ده أنت كنت قصبة مردودة بس أنا ما رميتهاش، وأنا انتظرت في يوم من الأيام أنك ترفع صلاة وتقدم. يمكن من الحاجات الواحد يسأل نفسه فيها، يا ترى دي كانت أول صلاة يصليها اللص اليمين ولا آخر صلاة؟ المهم أنه رفع الصلاة ده هي تقدمها، والمسيح يقبلها ويرد عليه رد جميل قوي، يقول له ايه؟ اليوم تكون معي في الفردوس. ويبقى هذا الانسان يصير من اوائل الذين صار الفردوس لهم. قصبة مردودة لا يقصف، دايما عنده امل، رجاء، دايما دايما عنده نوع من التشجيع. دي نمرة أربعة. نمرة خمسة والأخيرة، فتيلة مدخنة لا يطفئ. فتيلة مدخنة اللي هي روح التشجيع الأساسية في حياة الإنسان، واحد يشجع الآخرين،
في واحد يجي يقول لك فيك أما عندي فكرة جديدة، تروح أنت ردد عليه وقال له إيه؟ ما ينفعش على طول، اللي هو يكسر المقاديف. وفي واحد يفكر وياك صح الفكرة دي ما تنفعش، لو عملنا تعديل يمكن تنفع بناحية تانية أو بطريقة تانية. في واحد يفتح قدامك باب الأمل، في واحد يفتح قدامك باب الرجاء، في واحد يقول لك في نتيجة ممكن تتحقق شوية بشوية، وفي واحد دايما كده الدنيا مقفولة قدامه. الناس بيقسموهم كده متفائلين ومتشائمين. المتفائل يبسط يمسك ويقول الله وردة جميلة بس فيها شوية شوك. المتشائم يقول ايه؟ يقول ايه الشوك ده؟ وطلع له ورد. واخدين بالكم؟ حسب نظرتك، يا ترى بتنظر للورد ولا للشوك؟ لو بتنظر للورد تبقى انسان متفائل وانسان عندك رجاء، والمسيح ينظر الينا هكذا، حتى ان اخطا الانسان المسيح ينتظره وينتظر عودته، لانه شايف كده جمال فينا، وشايف في كل انسان انه ممكن يكون له نصيب في الملكوت. هوذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي. عدوا بقى كده على صوابعكم وياي، لا يخاصم ولا يصيح، لا يسمع احد في الشوارع صوته، قصب مردودة لا يقصف، فتيلة مدخنة لا يطفئ. احنا بنشكر ربنا انه يعطينا هذه النعمة، بنشكر نيافة انبا دانيال على محبته وتعبه وخدمته. هو بس مش رئيس الدير واسقف الدير، لكن كمان له خدمته العامة في الكنيسة العامة، ومسك ويانا لجنة الرهبنة، ودي لجنة كبيرة وبتواجه بعض المشكلات اللي بنحاول نحلها بنعمة ربنا. نشكر كل الأباء اللي تعبوا، كل الأحباء اللي اشتركوا، وكل اللي فكروا، كل اللي ساهموا بفكرهم وبابتكاراتهم انهم يوجدوا هذا المكان الجميل، اللي حسب التسمية اللي قالها أنبا دانيال ليا بيقول مبيت زوار دير القديس العظيم الأنبا بولا، بحيث ان الزوار اللي بيجوا يزوروا الدير يبقى لهم مبيت، هيقضوا يوم او اتنين يقضوهم كده في مكان حلو ويجدوا خدمة حلوة. وده خاص بالزوار، وده تطبيق للفضيلة الرهبانية والفضيلة الانجيلية اللي اسمها اضافة الغرباء، اضافة الغرباء، وده امر مشهور بيه كل الاديرة بتاعتنا. وانت واقف في القداس النهاردة قول لي يا رب عايز قلبي يكون جميل زي بيتك الجميل، وعايز قلبي يكون يا رب مرضي أمامك وانت تشاور عليه، ويصير قلب مفرح ليك. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستعقين لشركة وإسعاد أسرار الإلهية الغير المائتة.